تقول هذه الرواية؟ يقول الراوي وهو موسى ابن سيار: كنت مع الإمام الرضا وقد أشرف على حيطان طوس، الإمام في طريقه، وسمعت واعية فاتبعتها، اتبعت هذه الواعية، يعني صوت بكاء وصوت نحيب، فإذا نحن بجنازة، رجل ميت مخليه في جنازته ويودوه إلى قبره، فلما بصرت بها رأيت سيدي، يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه، وقد ثنى رجله عن فرسه، ثم أقبل نحو الجنازة فرفعها، هو الإمام صلوات الله عليه بذاته وبيديه المباركتين، أخذ تلك الجنازة وأخذ يلوذ بتلك الجنازة كما تلوذ السخلة بأمها. كأن معنى هذه العبارة، شايفين أنه السخلة كيف تلوذ بأمها، تدور حولها، أخذ الإمام الرضا صلوات الله عليه يدور حول هذه الجنازة، يرفع هذا الجانب ويرفع ذلك الجانب ويرفع ذلك الجانب، كأن معنى العبارة هو هذا. نحن نقرأ في زيارته: السلام على الإمام الرؤوف، منبع اللطف والرحمة والرأفة. ثم أقبل علي وقال: يا موسى، من شيع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. حتى إذا وضع الرجل على شفير قبره رأيت سيدي قد أقبل، فأخرج الناس عن الجنازة حتى بدا له الميت، جاء إلى الميت، إحنا أملنا أيضا ذلك، فوضع يده على صدره، يعني وضع الإمام الرضا يده على صدر ذلك الميت، ثم قال له: يا فلان ابن فلان، أبشر بالجنة فلا خوف عليك بعد هذه الساعة. فقلت، يعني يقول الراوي: جعلت فداك، هل تعرف الرجل؟ فوالله إنها بقعة لم تطأها قبل يومك هذا. منين تعرف هذا الرجل؟ طوس أرض غريبة عليك. فقال لي: يا موسى، أما علمت أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء، يعني في كل يوم كل أعمالنا، كل كلماتنا، كل نظراتنا، كل مواقفنا تعرض على هؤلاء الصفوة، أما علمت أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء، فما كان من التقصير في أعمالهم، سألنا الله تعالى الصفح لصاحبه، وما كان من العلو سألنا الله الشكر لصاحبه. هذه أيضا جانب من جوانب رأفة الإمام ورحمته.